السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة عبد الفتاح بوكري، تحياتي لكم جميعا أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. هذا الفيديو هذا في هذا العود هذا اللي قدامكم ما عندوش لوريقة الإخوان، والسن ديالو عنده 7 سنين، المرقد ديالو كيتواجد في حد السوالم، طال فيه مولاه 1,000,000 أونص، وماذا هو الثمن اللي طال فيه مولاه؟ او لوريقات راه ما عندوش وكاين في حد السؤال. المهم هو قدامكم، اللي بغى يتواصل بالسيد والله يسخر الجميع. وما هذا الفيديو غادي نديرو طويل شويه، حيت الا درت داك الفيديوهات ديال دقيقه كطيح القناه داكشي. باش المهم عطيتكم المعلومات ديال هاد العود هذا، دابا غادي نقول لكم اللي بغى يبيع شي حاجه ولا هذه النمره ديال الاخوان 06-30-38-34-10. اللي بغى يبيع شي حاجه لبارطاج الاخوان فابور لا ريال لا جوج. وهذا غادي نديرو عرض اول ونحيو فيه جميع المتتبعين ديالنا، تحياتي لجميع المتتبعين اللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، مهم كل واحد بالاسم ديالو. شكرا لكم كاملين بكم، ربي يحفظكم ويوفقكم ويعطي لكل واحد ما تمنى في حياته. مهم اللي شاف الفيديوهات ديالنا الاخوان يبارطاجي مع الحباب والصحاب باش تكبر القناه ونزيدو القدام. نبقاوش ديما في واحد ندورو في واحد الحلقه مثلا ما كنلقاو، لا باش نتنقلوا من هنا لهنا، لا باش تبارطاجي محاكر مع الوقت، ما فيها بس تشجعونا. اللي شاف الفيديو الاخوان يدير لايك ويبارطاجي، فضلا وليس امرا مادام انكم ابونين معنا، شفتوا الفيديو بارطاجيو مع الحباب وديروا لنا لايك للفيديو باش تشجعونا، ربي يحفظكم. المهم شفتوا الفيديو بارطاجيوه لايك وديروا تعاليق، خليو تعاليق، بزاف الناس كيشوفوا ما كيخليوش تعاليق في الفيديو، باش حتى الا كانت شي حاجه ماشي هذيك تنصحونا، شي حاجه شفتو ماشي هذيك قولها لينا، حنا كناخذوا داكشي التعليق ديالكم بعين الاعتبار. ومره بزاف ديال الحوايج نتوما كتبان لكم حنا كنبارطاجيو، ولكن نتوما هما المراه ديال القناه، نتوما ما كتشوفوا شي حوايج احسن مني، انا اللي كنبارطاجي معكم، كتشوفوا وكتدققوا. اي حاجه بانت لكم ماشي هذيك خليوها في كومونتير عادي، وم اي حاجه كانت فيها مصلحه للجميع علاش لا، قولوا لنا شنو كاين ونحاولوا نطوروا من القناه. الحاجه اللي كتعجبكم قولها لنا، الحاجه اللي ما كتعجبكمش حتى هي قولها لنا في التعاليق، باش نحاولوا اننا نزيدوا القدام، ما نبقاوش بلاصتنا كما كنقولوا. وم اي حاجه حنا كنحاولوا اننا نشاركها معكم، بحال هذا الفيديو هذا توصلنا بالتصويره بارطاجينا معكم، سواء بالنسبه للثمن كيبقى داكشي بيناتكم نتوما والبائع، ما عندنا فيه تدخل، المهم اللي كيبارطاجي ليا شي حد شي حاجه راه كنبارطاجيها معكم وكنشاركها معكم بلا زياده بلا نقصان. كيما توصلت بالمعلومات كنحاول انني نعطيهم لكم، هذا هو المجهودات اللي كندير بها انا، وانتم اللي بنت لكم شي حاجه ماشي هذيك حاولوا تنبهونا، حاولوا تنصحونا، والله يحفظكم. هما هذا الفيديو قلت نديرو طويل شويه باش نتكلم معكم شويه وما يبقاش فيديو قصير هكا، ونديرو عرض اول باش حتى اللي حضر معنا في العرض الاول، الناس اللي كيحضروا تحياتي لهم، الناس اللي كيخليو التعاليق تحياتي لهم، وحتى الناس اللي ما كيخليوش التعاليق تحياتي لهم. علاش قلنا لكم التعاليق هما اللي كيحاولوا انهم يطلعوا الفيديو من اللي كيتحط، وكنشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديو الاخير ديال سوق الثلاث، واخا التعاليق ما كاينينش كاينه مشاهدات، شكرا لكم بزاف على المشاهدات ديالكم، ونتمنوا التعاليق والبصمات. مثلا اللي شاف يخلي بصمه، اللي شاف يخلي بصمه باش كيطلع داك الفيديو لعند ناس اخرين وكنستافدوا حتى حنا. قدروا المجهودات ديالنا، راه كتشوفوا مثلا المشاهدات ولا تشوفوا هذه، ولكن من كتجي الارباح راه كتلقى 4 شهور ما كتخلش في القناه. كنمشيو كنبارطاجيو في سوق الثلاث،
كنحطوا الفيديو كتمشي تمونطيه في القهوه وهادي ما كيجيب لكش حتى الفطور ديال القهوه باش فطرتي. ماشي كنشكيو عليكم بحال هكا، ولكن كنعاود لكم شنو كاين. بزاف ديال الناس كيقول هذاك غير كيشوفك مثلا يوتيوبرز راه كيدير فلوس، راه كيدير راه كامل فلوس، ولكن لا ماشي دا هو القياس. كل واحد وشنو، راكم عارفين الناس اللي كيديو شنو كيديروا. المهم هادشي هذا كنحاولوا نعطيكم شنو كاين، وراه سبق لي وشاركت معكم الارباح بلا 4 شهور ما تخلصتش في القناه، شاركت بكم شحال كندي، شاركت معكم اي حاجه في ديك الصوره راه فيها المعلومات كامله عاش حال كنشد بالدليل وبالبرهان. نتوما شجعونا الاخوان عافاكم وبارطاجيو مع الحباب، طلعوا لنا المشاهدات شويه في القناه، ديروا لنا لايكات، اللي ما مشترش في القناه وشاف الفيديو اشترك ويبارطاجي مع حبابه وصحابه، واي حاجه بانت لكم ماشيه هذيك زايده خلوها لنا في كومونتير. الله يحفظكم ويوفقكم. المهم نعاودوا نعطيكم المعطيات ديال هذا الفيديو باش اللي نقز ولا هادي يلقاهم. معلومات ديال هذا كما قلت لكم حد السوالم 1.5 مليون، عود ما عندوش الاوراق، واللي بغى يتوكل على الله. والنمره ديال السيد راه حطيتها لكم في الاول ديال الفيديو، والله يسخر الجميع. بغينا نحطو دابا حيت فيديو مثلا دقيقه ما عندكش تحط عليه فواصل اعلانيه، فيديو ديال 8 دقائق كتحط فواصل اعلانيه، الا تشاف كامل كتستافد منه، ولكن الا ما تشافش والو كيبقى داك الفيديو ناعس. كتحط فيديو 8 دقائق ولا هادي يلاه كتشوف تشاف منه ديك 3 دقائق ولا دقيقه ونص. حنا ما كرهناش اللي يدخل الفيديو يشوفه كامل باش نستافدوا وتلقى باش دور مع الوقت. وهادي هذا ما كان الاخوان، هادشي اش درنا هذا الفيديو هذا طويل فيه 8 دقائق باش نديرو عرض اول. والله يسخر لكم اللي بغى يدعمنا في السوبر شات الاخوان، علاش لا، بالنسبه للناس اللي في الخارج ولا يخلي ديك الميزه ديال التشكرات، يخلي تعليق، وربي غادي يجازي كل واحد. اي واحد دار شي حاجه دعم بها ولا تعاون مع خوتو راه ربي غادي يسر ليه. اي واحد تساهم راه ربي هو اللي غادي يجازيه، ماشي كتعطيو ليا انا، ولكن كتعطيو الله سبحانه وتعالى. الله هو اللي غادي يجازيكم، والله هو اللي غادي يخلف لكم داكشي اللي كتعطيو. وشكرا لكل واحد ساهم معنا في هذه القناه هذه، كل من متعاون معنا لا في السوبر شات، وكل من تعاون معنا في الخفاء تحياتي لهم كاملين، وربي يحفظكم كاملين بكم ويحفظ لكم الوليدات والبنيات، واللي ما عندوش ربي يرزقه الذريه الصالحه يا ربي ان شاء الله. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، كنقول لكم شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، والله يحفظكم ويوفقكم، وربي يحفظ الجميع، والله يدير تاويل الخير، والله يسر امورنا واموركم، والله يجيب شي عام زين ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم. بقات هاد شحال 20 ثانية، الله يحفظكم ويسر لكم الامور جميعا، واستودعكم الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، ربي يوفقكم. حيت درت هاد التصويرة هادي طويلة هكا وخليتها كنهضر شي باش. يلا الاخوان شكرا اللي حضر معنا في العرض من الاول حتى الاخير، تحياتي للجميع.